السلام عليكم متتبعي قناة كوزين أم جاد، مرحبا بكم مجددا في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله كنتمنى تكون أحوالكم وصحتكم على خير، تكون في أفضل الأحوال. اليوم إن شاء الله بغيت نبارطاجي معكم الحريرة اللي كنعتمدها أنا شخصيا واللي كنديرها يعني دايما معتمدة عندي، طريقة بسيطة ويعني تكون إنتاجية من الخدمة ويعني ترديها مازال وتعشي بها ودغيا كتوجد ليك. مهم نشوفوا مع بعض المقادير، واللي نسيتها راه غنعاود نذكر بها. عندي هنايا قزبور، معدنوس، كيف ما كتشوفوا نزلته من الكونجيلاتور هو بدا كيديكونجلا. هنا الكرافس يلا قرطتهم، وحب بدا يكونوا طريين، لا قزبور معدنوس ولا الكرافس، لانهم كينكهوا لينا بزاف في الحريره، وبلا بهم ما كتكونش الحريره زوينه. و ملي كنقولوا الحريره تنقولوا الكرافس بيان سور. عندنا هنايا كاس ديال العنبه ديال العدس منقي ومغسول ومصفي، واحد بصله متوسطه مشلضه، عندني واحد معلقه ديال السمن اللي كيعطي لذه زوينه للحريره، واللي عنده مشكل مع السمن يقدر يتخلى عليه، مهم ضروري انا كنستعمل السمن. هنايا الطرف ديال اللحم اللي غادي ينسم لينا او لا يعطي له كود، المهم قاعد المكونات مع بعضها كتعطي واحد الميلونج او واحد الخليط اللي كيعطي لنا الحريره واحد اللذه، ضروري ما يكونوا مع بعضهم. هنايا كيكون عندنا يا اما طريفات كيكونوا مقطعين ديال اللحم، يا اما الا ما كانش ماشي مشكل كيكون غير العظم. شي الا كان عندك غير متوفر عندك العظيمات مخبيهم في الكونجيلاتور راه ماشي عيب، حتى هما راه كيطلقوا البنه. انا دائما كنحتفظ ملي كنكون ناخذ اللحم عند الجزار ضروري ما كنقول ليه عطيني العظيمات، كنستافد منهم في الحريره، خاصه كل ما كياكلش حنا ما تناكلوش اللحم بزاف. المهم كنفضل انا غير بحال وكنديرو في الحريره نسم به. العطريه غنشوفوها مع بعض، زيت الزيتون، الزيت النباتيه، الملحه، الحمص كذلك غادي نسيت ما حطيتوش مع المقادير، حتى هو ضروري وضروري من الحمص كذلك. انا هنا الحمص كنكون عندي ضروري من الحمص، انا الحمص هنا كيكون عندي كونجلي دائما، كنجبدو من الكونجيلاتور بحال هكايا، كنكون مرقده في الماء كنخليها حتى كيتنفخ وكنكونجليه. وضروري وما ننساش مطيشه هنا كيف ما كتشوفوا، مطيشه هنا شديتها درتها في هذا الاناء وخليتها كتطبخ باش دغيا تفصل لنا القشور ديالها على الهبره ديالها، ونطحنوها باش تعطينا كتعطينا واحد مطيشه خاتره وزوينه، وهي اللي كتعطينا واحد لاصوص ديال كتعطينا واحد لاصوص للحريره زوينه زوينه. دونك على بركه الله هنا غادي نشوفوا مع بعض. غادي ندير البصله، غنشعل على النار، نار مهيله، غندير الكوكوط وندير هنايا البصله، ندير القزبور ومعدنوس، العدس، دي زيت النباتيه، ندير هنا الحمص، نضيف هنا اللحم، ندير هنا السمن، ندير غير هذه الكميه ما نكترش، هنا غندير هاد الطحانه اليدويه وغنصب الخليط تاع مطيشه، حالو كي وانا غير على نار مهيله، يعني هادشي كنديرو في ساع، ويعني بمره كلشي كنجمع كلشي بمره، وكنستغل الوقت ديالي دغيا باش نوجدها.
المهم هنا كنطحن مزيان حتى كتبقى كتبان ليا غير القشره هي اللي كتبقى، ما كيبقى حتى شي حاجه من ديك ديك الهبيرات. فوالا كيف ما كتشوفوا غير مطيشه هي اللي كتهبط، سورتو ملي كندير هاد الشبكه هذه اللي هنايا تقيباتها صغار كتنزل لي غير مطيشه فقط. هنايا كتفلتري لنا ديك القشره مع اللب ديال المطيشه. نحرك بحال هكايا، ندير هنايا شويه ديال الملحه، ما ننساش اني غادي نتذوق ونشوف اللي خصني ديال الملحه غادي نضيفه. ندير هنايا التحميره، هنايا الكركم او الخرقوم العود، هنا الابزار، غنضيف هنا زيت الزيتون، ضروري من زيت الزيتون كتنكهها. وهنا غنضيف الماء الكافي، الماء يكون دافئ باش دغيا يوجد لينا توجد لينا الحريره، يعني دغيا المكونات خاصه الحمص يطيب لينا دغيا، الماء يكون ديجا سخون. الحريره كتحتاج مطيشه مزيان، قد ما كانت مطيشه كثيره قد ما كتكون تقريبا. هنايا درت نص كيلو كله ديال المطيشه لانني هنا ما غاديش ندير حريره كثيره. مهم كنضيف القدر اللي غادي يحتاج لي فيه الحمص يطيب لي يطيب. ودابا غنسدو على الكوكوت، نسدو عليها مزيان مزيان ونخليوها تصفر ونطلقوا نشوفوا التتمه. كيف ما كتشوفوا هنا الكوكوت راها خدامه كتصفر، دونك هنا راه قرب يطيب لينا الحمص، واحد شويه غنطفيو عليه. بعد ما كنفتحوها بحال هكايا كنتاكدوا من الحمص نتاعنا بحال واش طاب. ها هو كيف ما تتشوفوا راه طايب. مسوس خصني نزيد ليه الملحه. هنا غادي ندير الماء طايب، غنعاود نشعل على البوطه هنايا. كيف ما كتشوفوا غنعاود نشعل عليها على نهار نار مهيله بزاف، وغادي هنا غادي نضيف اما الشعيريه ديال الصفه كتكون رقيقه، اما الشعيريه العاديه اللي متوفر عندك، اما هاد الشعيريه ولا الشعيريه المتوسطه ديال الحجم، ما كنديروش الغليظه لان غادي تنفخ، اولا النجيمات. المهم هنا كنضيفوا الشعيريه، انا غالبا كندير شعيريه ما كنديرش النجيمات، كاين اللي كيدير النجيمات. المهم النوع ديال لي بات اللي تيكونوا صغيورين حتى حتى الا تزاد الحجم ديالو ما كيتزادش معايا، كيكون غير خفيف، ولان الحريره المعروفه راه كنديروا فيها الشعيريه اللي كتكون متوسطه في الحجم ديالها. ما بقاتش عندي، انا غندير هاد ديال الصفه حتى هي تجوز في هذه الحاله. المهم حنا كنديبانيو ريوسنا سيستم ديك في ديما. فوالا نزيد الماء هنايا فين طيب ليا الشعيريه، هنا غنخلي سميتو الشعيريه طيب، وغنزيد شويه الملحه لانه دقتو ولقيتو مسوس. نحرك مره مره بحال هكا باش ما تلصقش ليا الشعيريه في الاسفل ديال الاناء. هنا غناخذ واحد الاناء اخ بلاستيكي بحال هكايا، غندير فيه الماء
الماء اللي غيكفيني حيت غادي ندير واحد الماء اللي غادي ندور به الحريره، دونك الماء اللي غيكفيني هنايا، دونك هنا كندير ماء دافي ماشي طايب، غير الماء دافي. غادي ناخذ مطيشه ديال الحب، تقريبا واحد معلقه كبيره ديال المطيشه ديال الحب اللي غادي ندير هنايا، اولا جوج معالق على حساب الحاجه ديالكم نتوما لهاد الحريره هادي. الا شفتوها محتاجه مازال، الا شفتوا بان ديك المطيشه اللي درتو في الاول ما كافياش، تقدروا ديروا يعني علبه صغيره من مطيشه الحك، يعني علبه صغيره، يعني ملي كنقولوا علبه صغيره كنقولوا هاد القياس، هادي كتكون هاد القياس هذا بحال هكايا. الا كانت المطيشه اللي درتو في الحريره كافيه، واحد المعلقه كبيره كديروها هنايا. كناخذ هنايا نتوما باش كدوروا، انا كندورها هنايا الدقيق الابيض، دونك هنا كناخذ الدقيق الابيض. هنا خديت الدقيق الابيض واحد مغرفه بحال هكايا، ما ننساش انني نحرك دائما الشعيريه لا تلصق ليا من الاسفل. وهنايا كنبقى ندير هذه العمليه بحال هكايا، هاد الماء هنايا واحد تقريبا واحد جوج زلايف ديال الماء. الماء اللي كنضيفو في الاخر هو اللي كيحدد لنا الكميه اللي بغينا ديال الحريره، واش بغينا حريره كثيره ولا قليله على حسب عدد الاشخاص اللي عندكم نتوما في الدار. دونك هذا هو اللي باش كنحددو به واش تكون الحريره ثقيله ولا خفيفه، على حسب كل واحد كيفاش تيبغيها. الا كيبغيها كل اللي كيبغيها ثقيله يعني تكثر هذوك المكونات. وهنايا غناخذ واحد الشبيكه اللي غادي تصفي ليا هاد الاناء هاد الخليط هذا، باش ما يكونوش عندي واحد الكويرات ربما تفاديا باش ما يكون عندي حتى شي كويرات طيب ليا في الحريره وتولي عندي الحريره مكوره من الداخل. دونك هنايا ضروري ما نصفي احتياطا، يعني غير الاحتياط فقط بحال هكايا. فوالا بحال هكا، الا تكون شي حاجه عالقه في الاسفل اللهم نصفيوها ونتفاداوها. كيف ما كتشوفوا هنا المكونات باينه، وهنا راه تقالت ليا ضروري ما غادي ندورها مازال بالمطيب باش ما تجينيش ثقيله بزاف، حيت الحريره مازال واخا تطيب محده كترتاح محده كتقال اكثر واكثر. غادي نخففها بالماء. مهم انا كنحاول انا نبارطاجي معكم، يعني نتشارك معكم هنايا في حالتي الا تقالات شنو ديروا، في حالتي الا خصتكم اللون شنو ديروا، البنه شنو ديروا. دونك يعني الاسرار ديال الحريره كيفاش تتعاملي معها باش تطلع لك بين يديك لذيذه وزوينه. هنا راه باقي ما ساليناش، واخا كتبان لينا يعني في المرحله الاخيره، ضروري قبل ما نقدموها ما نتذوقوها ونقادوها وندوروها ونقدروها، يعني كتبقي تحزريها وتكديها وكايا وكايا باش يلا تحطيها من داك الشرفة. هنا غنضيفو الماء طايب، كيف ما كتشوفوا هي خفافت لينا واحد شويه، دونك بحال هكايا غنخليها هنايا حتى نحس بفقاعات كيطلعوا ليا، من نحس بانها كتبقبق حول هذوك الفقاعات كيطلعوا غادي نحبس عليها ونطفي عليها. ما نساوش التحراك، راه كتلصق لينا في الاسفل. دائما كناكد على هذه المساله خاصه البنات المبتدئات لاول مره غادي تصاوب الحريره، من الناس اللي كيعرفوا تبارك الله راه ما يحتاج محركم مره مره حركو لا تلصق ليكم الاسفل، حيت الا لصقات غتعطينا ريحه الشياط وما تبقاش لنا ديك الحريره بنينه، دونك غادي يتهرس الجهد ديالها، ما تبقاش اللذه ديالها نائنه، تولي تذوقي غير ريحه الحراق. هنا راه درت ليها المطيشه الكافيه اللي خاصها، راه درنا ليها
في حاله نتوما كتبغيوها حمرا اكثر من هكايا، ديروا حك كامل ديال المطيشه، مطيشه الحك ولا اللي حبه تكون مطيشه يعني العاديه، يعني المطيشه ديالنا العاديه احسن من المصبرات. هنا راه كيف ما شفتو هنا راه صافي راه وجدات، دونك غنتذوق هنا الملحه ونتذوق اللذه ديالتها باش نقاد ليها، نقاد ليها اللذه ديالها. بسم الله، هنا راه مسوسه باقي واحد الشويوش، دونك هنايا غنزيد شويه ديال الملحه وغادي نزيد شويه ديال البزار، كنبغي انا شويه تكون حاره، البزار كي يقاد ليها اللذه ديالها من حاولت انا في هاد لا فيديو انني نشرح لكم بالتفصيل الممل، يعني يعني جميع يعني طريقه الحريره بالحذافير ديالها، يعني بالتفاصيل ديالها. بسم الله، جات هي هذيك في البنه، دونك الملحه هي هذيك، وهذاك لوغو ديال الحروريه كتعجبني انا، شويه تكون لوغو ديال الحروريه، دونك صافي راها وجدات. هنا طفيت عليها ونخليها واحد شوي واش ترتاح ونقدمها للعشاء. وهذه هي حريرتنا كيف ما كتشوفوا، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي مقومه وبنينه وكتجي رائعه صراحه، غير تبعوا المراحل كيف ما شرحت لكم بالتفصيل الممل، حاولت اني نطرق جميع النقط وما ندخل عليكم حتى شي حاجه، يعني طريقتي الخاصه اللي كنستعملها ويعني كيفاش كندورها وكنبقى نعاود ونقاد هنا ونقاد هنا باش نوصل لواحد الحريره اللي تعجبني انا وتقنعني انا وتقنعنا يعني اللي غيتذوقها عندي واللي ياكلها عندي. مهم هكا كتجي على هذا الشكل هذا كيف ما تتشوفوا، كتجي حميمره ولذيذه، كتجي مقومه كتجي على هذا الشكل هذا، ومره باين فيها مزيان. هذه حريرتي انا معتمده عندي. مهم فوالا البنات، كنتمنى من لا فيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم والقاء الرضا ديالكم، وتفاعلوا معاه بلايك وبارطاج لهاد لا فيديو باش تعمل فائده، خصوصا احنا على ابواب شهر رمضان يعني كتكثر فيه هاد الحريره، كانت يعني كنتداولوها بزاف، ويعني وكاينين الناس اللي كيعشقوها وما كيقدروش يستغناوها عليها ضمن اطباق يعني مائده رمضان. كنتمنى من الوصفه ديال اليوم تنال الاستحسان ديالكم والرضا ديالكم، ما تنساونيش بلايك وبارطاج واشتراك القناه وتفعيل الجرس باش توصلوا كل ما هو جديد على القناه، وتواصلوا معايا وخليوا لي التعليقات ديالكم وقولوا لي طريقتكم نتوما الخاصه بكم باش انا نستافد منكم الا كانت شي طريقه، علاش لا، حيت كل واحد وطريقته الخاصه. والتحقوا بيا في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والانستغرام بنفس الاسم كوزين امجاد باش نبقاو دائما قرب لبعضياتنا. قليلا نقول لكم بصحتكم وراحتكم، مع تحيات كوزين امجاد.